أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر من قناة العيون الجوية. أكد نائب رئيس البرلمان الأوروبي ميغيل أنخيل مارتينيز على أن الجزائر أن على الجزائر أن تخطو خطوة إلى الأمام من أجل المساهمة في تسوية قضية الصحراء التي تظل عائقا أمام تعاون فعال بين أوروبا والقارة الإفريقية بسبب غياب المغرب شريكها الاستراتيجي عن الاتحاد الإفريقي. وقال السيد مارتينيز إن قضية الصحراء تظل عائقا ونعمل جاهدين يوميا على تجاوز هذا العائق ونأمل أن تجد هذه القضية طريقها نحو الحل، إلا أنه من أجل ذلك يتعين على الجزائر أن تخطو خطوة إلى الأمام لمحاولة المساهمة في إيجاد حل لهذا النزاع. تحل اليوم الذكرى الثانية لاختطاف المصطفى سلمى والسيدي مولود، حيث كانت قوات من البوليساريو قد اعتقلت المناضل الصحراوي خلال محاولته العودة إلى أسرته في مخيمات تندوف، ووجهت إليه تهمة الخيانة العظمى بعد أن أعلن مساندته لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع حول الصحراء. تقرير لفتح لمين. المصطفى سلمى سيدي مولود عنوان أول ثورة في ربيع العرب، أول من ثار على الاستبداد والاستعباد، فعبر حرا عن رأيه، لم يقل أكثر من عبارة الحكم الذاتي أنسب لنا كصحراويين، فجاء الرد عنيفا. المكان والزمان حيث عبر الرجل لا يسمحان بأي نوع من الحريات حتى إن كانت مجرد عبارة. اختطاف نحو مجهول ومعاملة مهينة دامت لأشهر قبل أن يفرج عنه بزمان ومكان محددين اختارتهما قيادة البوليساريو بإمعان. الإفراج جاء بفترة وجيزة قبل بدء المفاوضات حول الصحراء حتى لا تلطخ ورقة حقوق الإنسان المشهرة في كل المحافل، فأبان القرار عن دهاء مخفي تحت عباءة الحرية، إلا أن الإفراج لم يكتمل، فالرجل أبعد إلى غير مكانه ومنع من لقاء عائلته. مرت السنة والأخرى ولا زال المصطفى مبعدا في معتصمه بموريتانيا مطالبا بلا شيء سوى لقاء الأسرة، الحق الذي أغفلته أو بالأحرى تجاهلته مؤسسة روبرت كينيدي المدافع عن حقوق يبدو من خلال تقريرها الأخير أنها غير تلك الحقوق التي سنتها القوانين الدولية لتشهر انحيازها لإطروحات لا علاقة لها بالحقوق الطبيعية التي من أجلها أنشئت المؤسسة. فقصة المصطفى سلمى سمعت بأذن صماء قررت قبلا أن تكتب بانحياز تام غير آبهة لتلك الحقوق، وليس المصطفى أول المنتفضين بجبهة البوليساريو، فغيره كثير ممن صنعوا ثورة فردية ضد وضع مأساوي كالمعارضو الجبهة من وصفه، من هؤلاء الناجم علال الفنان الذي عبر عن رأيه بأسلوب حضاري بات معتادا في جل بقاع العالم الموسيقى، لكن خاب ظن الفنان فكان المصير أن أقبر الصوت وسلبت الكلمة. كيف لا والثورة فردية في أرض أثبتت بحملات مسعورة أنها قادرة على قمع أصوات جماعية ومحو كل أثر لانتفاضتهم والتاريخ، وإن سجل بمداد الخجل انتفاضة 1988 إلا أن البوليساريو وداعمتها الجزائر استطاعت أن تصد الرقاب عنها وأن تركز الاهتمام فيما تعتبره لجوءا يظل الأمل الوحيد لاستقبال مزيد من المساعدات الإنسانية. في شأن التربوي، ساهم كل من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة التنمية الاجتماعية ومجلس الجهة والمجلس الإقليمي والجماعة الحضرية للدخلة، إضافة إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، ساهموا في ميلاد أول مدرسة نموذجية للتعليم الأولي بالدخلة. وللجهة رفقة مسؤولين مدنيين وعسكريين زاروا المدرسة النموذجية واطلعوا على تفاصيل الإنجاز وأهداف في المشروع التربوي. في المتابعة محمد تروزي ومحمد يتاس. مسؤولو الجهة في زيارة خاصة للمدرسة النموذجية للتعليم الأولي من نوعها بالداخلة، مدرسة تولد ضمن إطار مشروع وطني يسعى المشرفون عليه للنهوض بالتعليم الأولي، ويستهدف الأطفال الأقل من 6 سنوات. 6 أقسام بالمؤسسة تحتضن 150 طفلا. يقول المشرفون على المشروع بأنه يتم اتباع بيداغوجية خاصة في تعليم هؤلاء الأطفال قبل ولوجهم للتعليم الابتدائي، والميزانية الضخمة التي رصدت لميلاد المشروع أكثر من 3.5 مليون من الدراهم. أول مشروع كيتم الإنجاز دياله في مدينة الداخلة في حي يعني حي الوكالة اللي هو معروف حي يعني شعبي، وكيستهدف الفئات يعني اللي ما عندهاش الإمكانيات يعني كبيرة باش تقدر تدي وليداتها للتعليم الأولي يعني في القطاع الخاص بثمن شوية مكلف،
وهذا مشروع نموذجي أول تم الإنجاز دياله من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بعد 29 مدرسة نموذجية على المستوى الوطني يأتي ميلاد هذه المدرسة بالدخلة بهذه المواصفات في إطار استكمال 1000 مدرسة نموذجية للتعليم الأولي بكافة جهات المملكة وقرويا تم إحداث 300 قسم. مشروع يهتم بالطفولة الصغرى ويسعى إلى النهوض بالتعليم الأولي بالمملكة بشكل عام. تربويا دائما تشهد المكتبات والمراكز المخصصة لبيع الكتب والمستلزمات المدرسية بالداخل حركة غير عادية، حركة تأتي بأسابيع قبل عيد الأضحى مما يثقل كاهل أولياء الأمور بمصاريف إضافية. المزيد حول حركة المكتبات بالداخل في ريبورتاج محمد تروزي ومحمد يدز. الفصل الأخير جمع الحساب وأداء الفاتورة، فصل يأتي بعد سلسلة من الاختيارات بين الأدوات المدرسية التي يفضلها الأطفال والشباب المتمدرسون سواء من كان منهم في القطاع الخاص أو حتى العام، إضافة إلى شراء المقررات الدراسية، فيكون الفصل الأخير مسك الختام للتلميذ والتلميذة بأداء الحساب والمغادرة بكتبه وأدواته المدرسية ودفع ثمن الفاتورة من ولي الأمر الذي لا يملك سبيلا آخر غير الأداء رغم غلاء المشتريات أحيانا. بالنسبة للكتب متوفرين والأدوات متوفرين، بالنسبة للأثمنة احنا نقولوا غالية. الطفيل في السنة الثالثة شرينا الكتب طاحوا الكتب ب 980 درهم بدون كربيط. بالنسبة للطفيلة في السنة الأولى في التعليم كيف قلت التعليم الخصوصي الكتب كانوا عندها ب 750 درهم. يعني الأثمنة على حسب على قدر الكتب طالعة الأثمنة ما بين 1000 درهم إلى 15000 ريال. من لاباس وخديت بعض الكتب كما تشوفوا هادو كاملين طلعوا عليا تقريبا شي 250 درهم، وكاين بعض الدفاتر ما جبرناهمش بالنسبه للمقرر، ولكن قال لنا المسؤول غادي يوفرهم ان شاء الله. مع بداية الموسم الحالي ظهرت مجموعة من المكتبات بالدخلة تسهر على توفير الكتب والمستلزمات الدراسية من أقلها إلى أغلاها ثمنا، فتختلف أثمنة المواد والمستلزمات بحسب جودة هذه من تلك، وللمشتري حرية الاختيار. يساوي الفريطة يعني كانت شوية الجودة ناقصة، وين بالنسبة لهاد السنة بالضبط كاين الجودة، والناس حتى الناس بغات الجودة، يعني الناس كتقلب على الجودة، كاين واحد الإقبال على يعني الجودة، يعني كيقلبوا على الماركات العالمية فيما يخص الأدوات المدرسية. فيما يخص الأثمنة يعني ما كاينش تغيير بالنسبة للتعليم العمومي، الأثمنة ما كاينش تغيير، غير هو أنه كاين فرق كبير بالنسبة الأثمنة بالنسبة للتعليم العمومي والتعليم الخصوصي نظرا للتعليم العمومي. الكتاب ديال التعليم العمومي مدعوم من طرف الدولة. انطلق الموسم الدراسي وتحركت جيوب أولياء الأمور من الأغنياء والفقراء من أجل توفير كل ما يلزم بقدر المستطاع لتمر السنة الدراسية الحالية لأبنائهم وبناتهم في أحسن الظروف بالرغم من المصاريف الإضافية التي فرضتها أيام رمضان والتي ستفرضها مستقبلا أيام عيد الأضحى. في موضوع آخر، عقد بسمار اجتماع للجنة التتبع التقني والاجتماعي للبرنامج الجديد للتعمير والإسكان الخاص بالأقاليم الجنوبية. تفاصيل أوفى في ربورتاج لعلي حميد ومبارك الباز. جدول أعمال اجتماع لجنة التتبع التقني والاجتماعي للبرنامج الجديد للتعمير والإسكان الخاص بمدينة سمارة تضمن دراسة تقدم تجهيز تجزئتي الوحدة الربيب والقويز، تتبع إنجاز المرافق العمومية بالتجزئتين، ودراسة تقدم الدراسات المتعلقة بتجزئة النهضة لقاطن المخيمات. ويذكر أن تجزئة القويز التي تشرف على نهاية الأشغال بها تتوفر على كل المرافق الأساسية كالمرافق الصحية والسوسيو-اقتصادية والدينية. التقدم ديال الأشغال ديال هاد التجزئات بجوج في مراحل متقدمة، نقدروا نقولوا في المراحل النهائيه ديالها. بالنسبه للنقطه الثانيه اللي كتعرف المواكبه ديال هاد التجزئات يعني بالمرافق الضروريه والاساسيه كالمرافق الصحيه والمرافق السوسيو اقتصاديه، وراه كلها تطرقنا لها، والمرافق الدينيه. بالنسبه لتجزئه النهضه المراحل الاولى في التسويه ديال الوعاء العقاري وفي دراسه التصميم الاولي باش نعطيو واحد التصميم نموذجي لهذيك التجزئه ديال القويز اللي كتمتد على 50 هكتار وكتشمل 1500 بقعه سكنيه واللي التكلفه الاجماليه ديالها تناهز ال 100 مليون درهم، كتشرف على الانتهاء ديال الاشغال بها بحيث ان الاشغال منتهيه
بالنسبة لتطهير السائل، بالنسبة للماء صالح للشرب، بالنسبة للكهرباء، وبنسبة 80% في الطرقات. وتجدر الإشارة إلى أن تجزئة القويس ستبدأ باستقبال ساكنتها ابتداء من انتهاء هذه السنة. في أخبار الوقفات الاحتجاجية، خضع عمال المطاحن الكبرى بقليميم شكلا احتجاجيا أمام مقر المحكمة الابتدائية بالمدينة، وذلك من أجل لفت انتباه المسؤولين إلى وضعيتهم الاجتماعية المتفاقمة بعد 6 سنوات من التسريح الجماعي الذي لحقهم. العمال يطالبون بتمكينهم من تعويضاتهم المالية. حافظ محضار ومحمد فاضل عبيدة معهم المزيد. مرة أخرى يعود عمال المطاحن الكبرى بقليميم إلى الاحتجاج للتذكير بمعاناتهم الاجتماعية التي دخلت سنتها السادسة. عمال كانوا ضحية الإقبال الغير مبرر لهذه الوحدة الصناعية، 120 أسرة لا زالت تترقب الإفراج عن حقوقها المشروعة التي أقرتها الأحكام القضائية الابتدائية منها والاستئنافية. هاد العمال اللي كتشوفين في حالة مزرية، كاين اللي ولادو ماتلو يقراو، كاين اللي لحليه مول الحوايج مول الكراب الحوايج ديالهم من الدار. هاد الحاله راه ما عندهم ما يعدلوا، الحاله حالة الله. كانوا كيعيشوا في هاد المعمل، هاد المعمل توقف، كتبوا وزير العدل، كتبوا جميع المؤسسات الدوله، ما كاين من يجيب، حتى شي حد ما كيجاوب هاد الناس. من نهار حكمت لهم المحكمه داروا جميع الاجراءات القانونيه، حزوا طلبوا بالتنفيذ، ما كاين اللي ينفذ لهم حتى شي حاجه. عمال المطاحن الكبرى يطالبون بتنفيذ احكامهم الابتدائيه والاستئنافيه. المطلب هو التنفيذ العاجل. عندهم احكام قضائيه وكيطالبوا بالتعويض والتنفيذ، تنفيذ ديال الاحكام. نسجل باسف شديد ما شابه هذا الملف، ملف المطاحن الكبرى بقليميم، ما شابه هذا الملف من تجاوزات وخروقات بدءا بمفتي الشغل، إضافة إلى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، إضافة كذلك إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وصولا إلى عدم تنفيذ الأحكام الابتدائية والاستئنافية. لذلك نؤكد عزمنا بمواصلة النضال. عمال إذن لا زالوا يتطلعون إلى إنصافهما بوضع حد لمحنتهما الاجتماعية بعد سنوات من الانتظار. محتجون يجدون اليوم في تصعيد أشكالهم النضالية وسيلة قد تساعدهم على انتزاع مطالبهما. بالعيون، نظمت صباح اليوم الودادية الحسنية للقضاة بتعاون مع الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين، نظموا ورشة تكوينية حول مدونة القيم القضائية. في المتابعة محمد المصطفى خي وعبد الله المحمودي. خلال هذه الورشة التكوينية لرجال القضاء بعدد من محاكم أقاليم وجهة المملكة حول مدونة القيم القضائية، ركزت المكونة والأستاذة بالمعهد العالي للقضاء على اعتبار القضاء مهنة شريفة، وكذا رسالة محاطة بجليل الأعمال وقدسية الواجبات الملقاة على القضاة الذين عليهم التحلي بالحكمة والصبر والتضحية، إلى جانب الهيبة في مجلس القضاء والهدوء وسعة الصدر في الاستماع والشجاعة في الحكم والاستقلال في الرأي. لحد الآن تم تنظيم 8 ورشات، هذه الورشة الثامنة، وبعدها ستكون ورشة تاسعة، أي 9 ورشات بجميع جهات المملكة. الهدف من ذلك هو التعريف بالمبادئ الأساسية لمدونة القيم القضائية. هذه المدونة التي أعدت من طرف الودادية الحسنية للقضاة بعد العديد من النقاشات وبعد العديد من الأوراش التي أسفرت عن تجميع هذه المدونة في كتيب صغير. المستفيدون من هذه الورشة التكوينية من وكلاء عامين ووكلاء الملك ونواب لهم وقضاة وإلى غير ذلك من رجال القضاء تطرقوا لسبل تسهيل ما جاءت به هذه المدونة على أرض الواقع عبر الالتزام بمجموعة من المبادئ أهمها الاستقلال، النزاهة، التجرد والحياد والمساواة، ومجموعة من شأنه تطوير السلوك القضائي. هذه المدونة التي سبق عقد عدة ندوات من أجل التعريف بها، نجتمع اليوم في إطار ورشة عمل من أجل ترسيخ مدونة هذه القيم التي تتضمنها هذه المدونة. هذه القيم هي بمثابة التزام للقضاة وبمثابة دفتر تحمل أخلاقي لهم والتزام مع المجتمع، وتبين ما هي الخصائص والخصال التي يجب أن يتحلى بها القضاة. هذه المدونة للتعريف بالقيم القضائية اللي خص يتحلى بها القاضي ويتميز بها السلوك دياله،
اللي يتميز بها السلوك ديالو، وان هاد المجموعه ديال هاد المبادئ وهاد القيم توصلت ليها الوداديه الحسنيه للقضاة للتدوين ديالها بعد جهد جهيد ومعاناة للوصول لهاد المبادئ والتدريس ديالها. الورشة التكوينية هذه للودادية الحسنية للقضاة حول مدونة قيم القضايا بالعيون تعد الثامنة من نوعها ضمن سلسلة ورشات نظمت طيلة الفترة الماضية على أن تكون النسخة التاسعة الأسبوع المقبل بمدينة تطوان شمال المملكة. ويأتي تنظيم مختلف هذه الورشات التكوينية ضمن الاستراتيجية المتبعة من لدن الوزارة الوصية وزارة العدل لبلورة الإصلاح القضائي على أرض الواقع طبقا لأوامر جلالة الملك محمد السادس في هذا المجال. طبيا وبمقر المركز الجوي للاستثمار بالداخل اشرفت منسقية خليج الداخل بتعاون مع جمعية العهد الجديد لداء السكري وجمعية سائقي سيارات الأجرة على تنظيم حملة طبية للكشف عن داء السكري وقياس الضغط الدموي وذلك لفائدة سائقي سيارات الأجرة. في المتابعة محمد تروزي ومحمد يداس. 150 من سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني بالداخل خارج سيارتهم من أجل المشاركة في حملة طبية لمعاينة ومحاربة داء السكري. بدأ المجتمعون بتسليط الضوء على مخاطر المرض وسبل التقليل من أضراره بالكلمات وبالعروض المصورة. بعد ذلك انطلقت عملية المعاينة والكشف بقياس الضغط الدموي وإجراء تحليلات الكشف عن السكري للمستفيدين من الحملة سائق سيارات الأجرة. الحملة المجانية هاته أشرف على تأطيرها خلية من الأطباء والممرضين الذين تطوعوا لإنجاحها. اليوم الحمد لله المنسقية نظمت أول نشاط خاص بها لفائدة أرباب وسائقي سيارات الأجرة، وهو بالدرجة الأولى عمل إنساني غادي يستفدوا منه هذه الفئات الشريحة اللي هي شريحة مهمة في المجتمع. كنشكروا هذه المبادرة ديال الناس هذو ديال جمعية الأطباء، وكنشكروا الجمعية ديال الطاكسيات على هذه المبادرة باش نراقبوا الصحة ديالنا. نتمنى من اصحاب سيارات الاجره باش يتموا ديما يحطوا هما يفحصوا راسهم يعرفوا راسهم علاش قايمين بهذا العمل، واش ياك ما فيه مرض خبيث ياك ما فيه شيء هو ياثر عليه مؤخرا، لان فات جرات القضيه واحد سياره الاجره سكت سكته قلبيه لانه ما كان متابع فحص عند الطب لا مسكر ولا مطانسي. ونشكر على المبادره. الحملة تأتي للتنبيه إلى مخاطر مرض السكري ودور الكشف المبكر عن هذا الداء في التقليل من مخاطره وأضراره على الصحة، ووعيا أيضا من النسيج الجمعوي بالأدوار التوعوية الملقاة على عاتقه في كافة المجالات. وفيما يلي آخر مستجدات الأقاليم الجنوبية في تقرير للزميل سلك بوجدور من خلال الأسبوعيات الوطنية لنتابع. نستهل قراءتنا لجديد الصحف والمجلات الصادرة هذا الأسبوع من صحيفة كفاش الإلكترونية، حيث ذكرت بأن العلاقات المغربية الإسبانية تتطور من حسن لأحسن، والدليل ما قاله خوسي مانويل غارثيا ماغايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، حيث قال بأن قضية الصحراء العالقة بين الجزائر والمغرب يجب أن تحل عن طريق الحكم الذاتي. خوسي مانويل تضيف كفاش قال في ندوة صحفية يجب الاحتكام إلى الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية. وارتباطا دائما بجديد الصحف والمجلات الصادرة هذا الأسبوع، كتبت صحيفة الأيام بأن الجزائر في مفترق الطرق بعد تفويض بوتفليقة لصلاحيته للوزير الأول، وجاء هذا مع تزايد التسريبات الاستخباراتية والأمنية من دائرة الحكم الجزائري حول مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصبح في شبه المؤكد حسب بعض المراقبين، وبأن الجزائر تعيش أزمة صامتة محفوفة بالمخاطر من تأثير أزمة بوتفليقة على تماسك النظام الجزائري وتماسك الدائرة الضيقة التي تدير الجزائر منذ وصول بوتفليقة للحكم عام 1998. ورأت الأيام في تقييمها لحصيلة بوتفليقة بأن سياسته طوال العقد الماضي خلقت حسب المراقبين فراغا سياسيا كان قاتلا بالنسبة للجزائر والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خصوصا مع استمرار غياب الأحزاب ذات المصداقية في الشارع الجزائري. وفي ذات الفترة تمكن فرع القاعدة من الظهور بمنطقة المغرب الإسلامي بعد تفريخه من داخل الجزائر. ومن صحيفة المشعل نختم جولتنا عبر جديد الصحف والمجلات الصادرة هذا الأسبوع، حيث كتبت في عدد الصادر هذا الأسبوع بأن المغرب يرفض التشويش على علاقته مع الجارة الجنوبية موريتانيا، ملمحا إلى أن المغرب وموريتانيا تربطهما علاقة قوية لا يمكن لأي كان التشويش عليها. وجاء هذا بعد أن نفت الحكومة المغربية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الموريتانية بشأن حالة الاستياء
التي أثارها إنشاء طريق الربط بين الجزائر وموريتانيا لدى المغرب. ونقلت هذه المنابر تضيف المشعل بأنها حصلت على تقارير تبين اعتراض المغرب واستيائه من إنشاء الطريق الذي اقترحته الجزائر لربطها مدينة شوم الموريتانية مع تندوف، فيما تنفي الحكومة المغربية ذلك. ونختم النشرة بورقة تحول الطقس المرتقبة اليوم غد السبت، حيث سنلاحظ انتشار سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح. الرياح ستكون متقلبة الاتجاه خلال الصباح وستهب من القطاع الشمالي قرب السواحل. وبخصوص درجات الحرارة، ستتراوح الدنيا ما بين 18 درجة بكليميم وطاطا و28 درجة بأوسرد، بينما ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 39 درجة بكليميم و27 درجة بالداخلة. حالة البحر بالوجهة الأطلسية، سيكون البحر هائجا من الدار البيضاء إلى طنطان وقليل الهيجان إلى هائج من طنطان إلى بوجدور وهائجا من الداخلة إلى نواكشوط. شروق الشمس بالعيون سيكون بحول الله على الساعة 7 صباحا و44 دقيقة، وغروبها على الساعة 7 مساء و44 دقيقة. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة ستصل إلى 27 درجة بالرباط، 32 درجة بنواكشوط، 29 درجة بباماكو وديبو، 36 درجة بزوارات، 40 درجة بعطار وتودني، و39 درجة بالرابوني وتندوف. نهاية هذه النشرة، ونذكركم مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعة على موقعنا على الأنترنت snft.ma. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون الجهوية وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية كوكاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون الجهوية من الأبل ستور وجوجل بلاي. وستلتقون غدا على الساعة 4:15 مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية. شكرا لكم أينما كنتم وفي أمان الله.